سواك تحول للحديث الحميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم. وعلي يغيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تهلى باسم منتقيم. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن نجومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى، إن الكبائر لمامي. يا عل رحمتها بحين يقسمها تأتي على حسب الاسلام في الحسام. يا ربي ما اجعل راجا غير منعكس لديك بج القيس غير منخريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الخلق كلهم. ولتخبئ عبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. صار النهت عذابا تلباني ريح صبا وأطراب الفساحة للعيس بالنعم. وفدا للصغب صلاة منك دائمة على النبي بمون اليوم منسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير للخلق كلهم. Yeah.
الحبيب المصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا مسيح الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا مسيح الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا مسيح الكرم هنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين من يوافي إنه يكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما أعطانا قرآنك العظيم. أولاً إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى حضرة سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. وإلى حضرة من مات من آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وسائر أقاربنا ورب العالمين. آمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعل قبورنا وقبورهم مفرقا من فر النار. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغرائز وتسلم خواتم ويستسقل امامه بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس وكل ما لم لك. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا رب. Thank you.